اصحى يا نايم، اصحى وتعرف على الاكلات الشعبية في كل البلدان العربية واللي ريحتها وطعمها ومكوناتها بتحكي لك عن اهل بلدها. وهنبدأ كلامنا بام الدنيا اللي اشتهرت على مدار السنين بالكشري، وده حكايته ليها مواويل. بيقولك يا سيدي، الكشري طبق هندي بنكهة مصرية، وفي سنة 1914 وقت الحرب العالمية الاولى جات القوات البريطانية ومعها جنود هنود، واختلط المصريين بيهم بسبب عمليات البيع والشراء، وتعرف المصريين على الكشري، وبعدها انتشر في احياء القاهرة لحد ما وصل حي الطليان اللي كانوا قاعدين في القاهرة. والطليان بحبهم في المعجونات ضافوا للكشري المكرونة، بس المصريين حطوا لمساتهم وضافوا عليه صلصة حمراء ودقة، وبقى من اشهر الاكلات المصرية اللي مفيش سايح يجي مصر من غير ما ياكل الكشري المصري. اما الملوخية فجيالك من ايام الفراعنة، وبيقال انه كان نبات بينمو على ضفاف النيل، لكن المصريين كانوا بيخافوا يقربوا منه اعتقادا منهم انه نبات سام. ولكن مع دخول الهكسوس مصر ازلوا المصريين واكبروهم على اكل هذا النبات اللي كان في اعتقادهم انه سام، وعلى عكس المتوقع عجبتهم ومن وقتها وهم بياكلوها. اما الرواية التانية بتقول ان في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله اصيب بألم شديد جدا في معدته، فوصف له الاطباء الملوخية كعلاج يقضي على التعب اللي بيشتكي منه، وبالفعل بعد ما اكلها خف، فقرر يحرص على اكل الملوخية هو وحشيته، سماها ملوكية يعني أكلة الملوك. ومن كتر حبه للملوخية طلع إشاعة إنها نبات سام عشان الشعب يبعد عنها، ويستفاد المعز بفوائدها. فكانت بتتزرع في حديقة القصر. ومن مصر نطلع على السعودية، وهتلاقي المطبخ السعودي من أجمل المطابخ في الوطن العربي رغم دسامة بعض الأطباق، إلا إن المملكة مشهورة بأطباقها العربية الأصيلة زي طبق الكبسة. بيقولك إن الكبسة أصلها أسباني وأطلقوا عليها الباهية، فكان فقراء الأسبان بيتجمعوا ويخلطوها ويأكلوها. وفي مرة من المرات احد حكام الاندلس دخل المطبخ وداء الكبسة وعجبته، وامرهم انها تكون طبق رئيسي من اطباقه، ولكن ضافوا ليها بعض المكونات للامير، وكانت عبارة عن رز ولحمة وبعض البهارات اللي كانت بتديها طعم ونكهة. ورغم وجودها في المطاعم الاوروبية، لكن بيرجع السبب شهرتها للعرب. واما الجريش السعودي فهو قديم جدا، ومن ضمن الاكلات الشعبية التراثية اللي هتلاقيها مشهورة جدا في السعودية، وبيسموه سي أطباق المملكة لأن قيمته الغذائية عالية جدا، وبيبقى عبارة عن قمح مجروش بيطبخ مع لحم ورز وبصل، وبيتقدم في دول تانية زي فلسطين ولكن بطريقة مختلفة. وبمناسبة فلسطين فأشهر أكلاتها هتلاقي المسخن اللي أول ناس طبخته كان أهل الريف، وكان بيتحضر كوجبة سريعة تغذيهم وقت حصاد الزيتون، وكان مكوناتها من البيئة الفلسطينية، وكانت عبارة عن صنبور وزيت زيتون وسماء وفراخ وبصل، وزود بصل على قد ما تقدر لأنه أصل الطعم، وبيضيفوا عليه العيش البلدي المحمر في الفرن. وكان برضو طبق من أشهر الأكلات كان المقلوبة اللي بيسموها الباذنجينية لوجود الباذنجان كمكون رئيسي مع الرز والفراخ والحمص. خليك صاحي ولف معانا باقي ليالي رمضان عشان تتعرف على حكايات أكتر. اصحى يا نايم.